سوريا. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ مالك يا بنت؟ بتخشمك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك يا بقلي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين الذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيرة الأذية دلوقتي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا بنت يا بنت، أنا سألتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي أنا عملته ده مش برضاية. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة ولا الحكومة قدي. ويقدر على القدرة لربنا. فاهمة يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. انا لو عاوز اتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جر. يا معلم انا انت بنت طيب. طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكام ضحكة ميصة وكام نظرة رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز نعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة ولا أي حاجة. اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت بشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله. بصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومة بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم. هتجوزك. هتجوزك.